انا كنت بحب واحد 4 سنين بصراحه، واتقدم لي كتير واهلي كانوا رافضين، بس بعد كده وافقوا وحددوا كل حاجه واتفقنا على الميعاد، ويوم قرايه الفاتحه ما جاش. يوم قرايه الفاتحه ما جاش وقال انه عنده ظروف. وبعدين بعد كده كلمها ومش عايز يبعد عنها. انا عايزه رايك يا رضوى، في حاجة اسمها بلوك، عارفاها؟ بلوك على الفيسبوك، بلوك على الواتساب، بلوك تليفونات، بلوك انستجرام، بلوك 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 عفر بلوك بلوك بلوك. ولو شفتيه في الشارع صدفة أو مش صدفة، يعني هو واقف مستنيكي أو في أي حتة، أو شفتيه صدفة لما يجي يسلم عليكي أنا أعرفك، ايه ده انت اسمك فكرني باسمك كده، وسيبيه يمشي. ما جاش من فتحتك، عايز منك ايه؟